السلام عليكم ورحمة الله. أعزاؤنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة الشعب الأدبي، لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية، ودائما معنا الجغرافيا سهلة بإذن الله. سعدنا أن صاحبنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك أستاذ أحمد. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أبنائنا الأعزاء، إحنا في لقاء جديد النهاردة إن شاء الله بنتكلم على الأحلاف العسكرية، وطبعا إحنا اتكلمنا على التكتلات الاقتصادية، وبنحاول ننهي بقى المنهج ان شاء الله، يعني عشان نبدا ايه المراجعات بتاعتنا. بس احنا ماشيين معاكم عشان بنتلقى الاسئله بتاعتكم، ماشيين معاكم بهدوء شديد جدا. وبناء على طلباتكم ان شاء الله احنا هنراجع دلوقتي مع بعضينا في عجاله سريعه كده تنشيطيه لشويه خرائط من المطلوبه عندنا في المنهج، هنشوفها قدامنا على الشاشه. وبنبدا بالمطلب الاولاني اللي موجود عندنا اولاد على خريطه العالم، بيقول نموذج اتحاد كونفدرالي. طبعا الاتحاد الكونفدرالي اللي موجود عندنا هنا واللي احنا درسناه يا اولاد اللي هو الاتحاد الاوروبي، ده اتحاد كونفدرالي طبعا واضح جدا ولا زال موجود على خريطه العالم. عندنا برضو بعد كده يا اولاد في طلب اخر بيقول الطلب دوت دوله وحدويه ضخمه المساحه والسكان. طبعا اكيد كلنا يعني دماغنا راحت على طول على الصين، دوله وحدويه الصين ضخمة المساحة والسكان. وطبعا دي الحالة اللي هي قلنا عليها من الحالات، ودي حالة من الحالات اللي هي الشاذة في الدول الوحدوية. أستاذ أشرف، كنا بنقول الدولة الوحدوية يفضل أن تكون إيه من حيث المساحة؟ يعني الأفضل أن تكون مساحتها صغيرة أو متوسطة المساحة، مثل مصر، مثل فرنسا، بلجيكا. لكن هنا يمكن الصين خلفت القاعدة، هي دولة وحدوية ولكنها كبيرة في الايه، في المساحة. بالمناسبة كمان الصين ممكن يجي عليها حاجة تانية الطالب هياخدها بعد كده في الوحدة الرابعة. تمام. دولة يعني اخذت مقعد دائم في مجلس الامن بسبب زيادة عدد سكانها. تمام. دولة لم تتعهد او لم تنضم لحلف وارسو ولكنها تعهدت بدعم الحلف. تمام. ويمكن دي كان جابها السنة اللي فاتت في الامتحان العام الماضي. تمام. يعني حضرتك برضو جبت لنا غطت لنا الدولة بالمطالب الهامة على خريطة الامتحان. نعم. تمام. طيب يبقى احنا اولاد عندنا الصين، واستاذ اشرف قال لنا بيانات هامة عن الصين. عندنا دولة مرسلة للمهاجرين، طبعا دولة مرسلة للمهاجرين مصر. وبالمناسبة اولاد استاذ اشرف تقريبا عايز يقول لي هناك اثار سلبية وايجابية لارسال المهاجرين. بالنسبة للآثار السلبية والإيجابية لازم نقسمها على محورين. المحور الأول الدولة المرسلة. تمام. والمحور الثاني وهي الدولة المستقبلة. تمام. هنمسك المرسلة بالنسبة لمصر. تمام. فيها جانب إيجابي إن هي بتقلل من البطالة وبتزود من الدخل. تمام. ولكن الجانب السلبي إن هي بتفرغ الدولة من الكفاءات أو العقول زي ما بنقول. تمام. وده اللي احنا بنسميه هجرة العقول. تمام. بالنسبة بقى للدولة المرسلة بتوفر لها ايدي عامله، ده جانب ايجابي فبتستغل الموارد. تمام. طيب والجانب السلبي ممكن يكون في عدم تجانس بالنسبه للسكان. للسكان. نعم. وبالمناسبه مصر دوله برضو وحدويه، دوله مندمجه، دوله مركزيه، يعني كل دي على الخريطه ممكن تيجي. تمام. طيب ابنائنا الاعزاء، نخرج في الفاصل القصير ان شاء الله ونعاود اللقاء معاكم تاني ومدرسه على الهواء. أبنائنا الأعزاء، ونواصل مرة أخرى مدرسة على الهواء والجغرافيا. كنا بنتكلم في مراجعة على الخرائط ووصلنا لدولة مرسلة للمهاجرين، والأستاذ أشرف يعني فند لنا المرسلة والمستقبلة، الآثار الإيجابية والآثار السلبية. تمام. يعني نعمة ونقمة أيضا. عندنا برضو يا أولاد طلب تاني، دولة يغلب عليها الطابع السهلي. دولة يغلب عليها الطابع السهلي. الدول طبعا تختلف اشكال التضاريس، واحنا عندنا الدوله يغلب عليها الطابع السهلي المانيا، لكن استاذ اشرف تقريبا كان عايز يقول ان في برضه دول تانية بيغلب عليها طابع سهلي، وبرضه يقول لنا نوع مصر ايه. جنب المانيا على طول يا استاذ احمد هتلاقي هولندا. تمام. برضه بيغلب عليها الطابع الايه، الطابع السهلي. تمام. عندي لما اجي اتكلم عن الدول الاخرى، عندك البرازيل ومصر مثلا. تمام. دول فيها الطابعين، فيها الطابع الجبلي والطابع السهل. عندك جبال البحر الاحمر وعندك سهول وادي النيل مثلا. تمام. في البرازيل في سهول البامباس مثلا اللي هي وسهول نهر الامازون،
وعندك اللي هي الهضبة نفسها، هضبة الايه البرازيل. تمام اذا في دول متنوعة السطح مثل مصر والبرازيل، تمام في دول بقى يغلب عليها الطبيعة الجبلية. الجبل تعال شوف اليابان، تمام سويسرا، تمام دي دول يغلب عليها الطبيعة الايه الجبل الجبلية. وبالمناسبة الحاجات دي ما جاتش قبل كده، يعني مثلا أيوة. ممكن تيجي على خريطة العالم يقول له ايه، بدل ما يقول له هو متعودين يطالب يقول لك ايه دولة بحرية مجزأة تمام اليابان، دي العادي أيوة. ممكن بقى يغير له اصلا، يقول له مثلا دولة تغلب عليها الطابع الجبلي. اذا الجبلي هنا انا بطلب من الطالب ان هو يبقى عارف تحديدا مكان الخريطة، مكان الدولة. تمام سويسرا معروف ان سويسرا اشهر حاجة فيها دولة تتعدد بها اللغات، اللغات دولة فيدرالية او كانت كونفدرالية وتحولت لايه لفيدرالية. لفيدرالية طيب تمام اما يجي يقول له دولة يغلب عليها الطابع الجبلي، لو جاب خريطة اوروبا تمام دولة يغلب عليها الطابع السهلي مثلا زي المانيا، تمام اوكي. فاذا الحاجات دي مهمة، مصر بتتنوع فيها مظاهر السطح. يعني هو لو جاب من بين الأقواس مثلا تعد مصر دولة مثلا أو من الدول ذات الطبيعة السهلية، وراح جايب مصر ألمانيا واليابان، يبقى نشفق على أبنائنا لأنه هيبص على مصر ويقول إيه ده، مصر دي دولة سهلية، لا لا ويترك لا ألمانيا. لا يا ألمانيا طبعا. تمام نعم تمام يبقى مصر دولة منوعة. نعم ويا أولاد خلي بالكم زي ما الأستاذ أشرف قال إن الحاجات ديت كانت يعني بعيدة في الماضي. طيب الدولة طولية الشكل، عندنا دولة طولية الشكل يا أولاد، الشكل الطولي طبعا احنا خدنا مميزات الشكل الطولي وله عيوب. أستاذ أشرف الشكل الطولي له مميزات وعيوب. الشكل الطولي من ضمن مميزاته ان هو بيتميز ان هو بيمتد من الشمال للجنوب، فده بيعطي مجال تمام لتنوع المناخ، تنوع الاقاليم المناخيه، تمام وبالتالي بيكون هناك تنوع في الانتاج. تمام لكن عيوب الشكل الطولي ايه؟ انه بيسبب مشاكل من النواحي الدفاعيه او النواحي العسكريه او الاتصال بين اطراف الدوله. تمام نعم طيب احنا هنختم بالسؤال اللي جاي بقى يا اولاد. احنا عندنا طبعا تشيلي والنرويج من الدول الطوليه، هنختم بالسؤال اللي جاي عشان ناخد بقى شغل النهارده. عندنا دوله ذات نظام سياسي شبه رئاسي، فرنسا. نعم استاذ اشرف انت حضرتك دائما تملي تقول لي خلي بالك من فرنسا دي، وبعدين تعدد حاجات كتير قوي فيها. قرار كتير قوي معانا في المنهج يا استاذ احمد. تمام عندك فرنسا دولة وحدوية، دولة مثالية، تمام دولة نظامها شبه رئاسي، دولة بتطل على مسطحين مائيين اللي هو البحر المتوسط من الجنوب والمحيط الأطلسي من جهة مثلا الغرب. تمام كمان فرنسا بها اكتفاء نسبي من الغذاء. تمام فرنسا من الدول المنضمة لحلف الناتو، ممكن يشير إليها كدولة منضمة لحلف الايه تمام الناتو. عندك كمان فرنسا فيها حدود طبيعية، نهر الراين وجبال البرانس. تمام نعم تمام طيب يا اولاد احنا كده يعني بعض ان شاء الله برضو المطالب هنجيبها في الحلقه القادمه على الخريطه، يعني كل حلقه من الحلقات القادمه ان شاء الله هناخد شويه خرائط كده وبعدين نتكلم على المنهج بتاعنا. استاذ اشرف الاحلاف العسكريه كنت قلت لحضرتك انا ان التكتلات الاقتصاديه ظاهره قديمة النشأة، قلت لي لا دي ظاهرة حديثة النشأة. نعم طب أنا النهاردة بقول الأحلاف العسكرية ظاهرة حديثة النشأة، هتختلف معايا برضو؟ اختلف معاك. تمام ماشي هنا الاحلاف العسكريه هي ظاهره قديمه. تمام ظاهره قديمه ليه؟ لان منذ قديم الازل على مر العصور نجد ان هناك تحالفات عسكريه بين الدول المتجاوره بعضها وبعض. تمام وممكن يكون تحالف ما بين دولتين ضد دوله متجاوره. شفنا الكلام ده ايام الرومان في والاغريق قديما، وحتى في الصراعات القديمه جدا ما بين الدول اللي هي مثلا دوله مثلا مصر الفرعونيه والدول المجاوره لها. عندك في الامبراطوريه الرومانيه تحالف بعض ممالك بلاد الشام مع دوله مثلا للروم، وبعض الممالك اخرى تدخل في احلاف مع الفرس. تمام فاذا هنا التحالفات هي ظاهره قديمه، التحالفات العسكريه ظاهره قديمه وليست حديثه. تمام طيب عايزين نقول بقى ان الاحلاف دي حضرتك يعني حاليا وجدنا انتشار واسع للاحلاف على مستوى العالم، وان كان حتى الحلف ما بقاش مثلا ما بين مجموعه دول، ممكن دوله تتحالف عسكريا مع دوله مجاوره ليها، يعني يكون نعم. مثلا معاهده دفاع مشترك او حاجه زي كده. تمام طيب حضرتك شايف هناك ايه اسباب انتشار هذه الظاهره؟ نرجع كده لبعد الحرب العالميه الثانيه مباشره. تمام بعد الحرب العالمية الثانية معروف ان ظهرت سياسة الاستقطاب في قطبين،
فالقطبين هنا معسكر شرقي بتتزعمه او يتزعمه الاتحاد السوفيتي، ومعسكر غربي تتزعمه الولايات المتحده الامريكيه. تمام. وجود الصراع بين القطبين الكبار دول ادى الى نشاه الاحلاف العسكريه. تمام. ولذلك لما نيجي نتكلم عن سبب نشاه اي حلف عسكري، لو انا مثلا اتكلم عن نشاه حلف الناتو مثلا، تمام. نشا حلف الناتو ليه؟ لمواجهه تهديدات الاتحاد السوفيتي وحصاره لبرلين. تمام. طيب ليه نشا حلف وارسو؟ لمواجهه تهديدات حلف شمال الاطلسي او حلف الايه؟ الناتو، وانضمام المانيا الغربيه لحلف الناتو. اذا تلاقي كده في عمليه ايه؟ صراع ما بين القوى. فنشات الاحلاف عشان تعمل لك عمليه بقى ايه؟ توازن. توازن بين الايه؟ بين القوى المعاصره. دي نقطه. تمام. النقطه الثانيه زياده الصراعات ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ادت الى نشاه العديد من الاحلاف العسكريه. وخاصه الناتو ظهر في البدايه سنه 49، حلف الناتو. تمام. 1949، وبدا يظهر اللي هو حلف وارسو 1955. تمام. فبدات بقى تتوالى ظهور احلاف عسكريه، ولكن هل كل هذه الاحلاف موجوده الى الان؟ لا. لا. انتهت هذه الاحلاف وبقى حلف واحد، هو حلف مين؟ حلف شمال الاطلس. تمام. نعم. طيب نستاذن حضرتك، نتلقى تليفون احد ابنائنا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمد، اتفضل يا محمد. ازيك يا مستر؟ الحمد لله. كان عندي سؤال. اتفضل يا محمد. ما رايك فيه؟ ما رايك فيه؟ قيام حلف عسكري. قيام حلف عسكري. عربي. عربي. مشترك يضم كل الدول العربيه. مشترك يضم الدول العربيه، سؤال جميل. ايد رايك بالادله. ايه يا فندم؟ ايد رايك بالادله. تمام. ايد رايك بالادله. تمام. شكرا. ماشي يا محمد، شكرا. سؤال جميل جدا. وفي مقدمة يعني كلامنا محمد قال سؤال يعني احنا كنا محضرينه لحضرتك، اللي هي ما رأيك في قيام حلف عسكري عربي مشترك وأيد رأيك بالأدلة. تمام. هنا يرجع الطالب لهدف الأحلاف العسكرية. أهداف الأحلاف. تمام. نفس الكلام ممكن يقرر يشيل له حلف عسكري ويكتب له تكتل اقتصادي عربي. تمام. يبقى يرجع لمقاومة لأهداف التكتل. أهداف التكتلات الاقتصادية. نعم. تمام. هو بيقول لك في رأيك هل أنت تؤيد قيام حلف عسكري عربي؟ تمام. ولماذا؟ اثبت بالأدلة. طبعا احنا بنؤيد قيام حلف عسكري ايه؟ عربي. طيب ليه؟ هتيجي بقى بتكلم عن الاهداف العسكرية. اول حاجة لان وجود حلف مثلا عسكري عربي يؤدي الى رادع الاعداء. رادع الاعداء. رادع هنا يعني ايه؟ يعني تبقى انت خايف مني من قبل ما تحاربني. تمام. يعني مش شرط ان هنا ان يبقى في اعتداء مفاجئ. لا. الرادع ان انت قلقان من وجودي كحلف. تمام. النقطة التانية لو تم الاعتداء بالفعل صد بقى، يبقى هنا في صد للايه؟ يعني حضرتك بتقصد برادع الاعداء اسكات فكره الاعتداء مره اخرى. او اسكات فكره الاعتداء قبل ان تقوم يعني. يبقى في حمايه للامن القومي والامن الاقليمي للمنطقه العربيه. تمام. فلذلك ارى ضروره قيام حلف عسكري عربي. تمام. كمان نرى ضروره قيام حلف عسكري عربي ليه؟ لان التسلح المنفرد غير التسلح الجماعي. تمام. التسلح الجماعي بيعمل ايه؟ بيقلل شويه من النفقات الاقتصاديه. تمام. ما بيستنزفش مواردك الاقتصاديه، فهنا بنسميها زياده القوه. زياده القوه بدلا من التسلح الايه؟ المنفرد واستنزاف الموارد الاقتصاديه. تمام. رقم ثلاثه، الحلف العسكري مش مهمته دفاعه فقط، لا ده المهم اكبر من كده بكتير، ده ممكن يعمل لك عمليه تسويه النزاعات ما بين العرب مثلا بطريقه سلميه. تمام. ممكن كمان يحقق لك مصالح مشتركه، لان ليست الاحلاف العسكريه هدفها عسكري فقط. والدليل على كده انت عندك حلف الناتو مثلا بيقدم مساعدات للمتضررين من الزلازل والاعاصير والى اخره. اذا في جانب انساني لمين؟ للحلف العسكري. تمام. نعم. يبقى احنا هنا حضرتك اللي انت قلته ده كان يعتبر الادله، حمايه. نعم. المصالح المشتركه، حمايه ثروات الوطن العربي ومقدرات الوطن العربي واراضي. نعم. الوطن العربي، وحمايه امن، زياده القوه، رادع العدو. نعم. وحمايه الامن. دي كانت الادله يا محمد اللي ساقها لنا الاستاذ اشرف في عبارته. طيب استاذ اشرف، عايزين ناخد بقى تعريف الحلف، تعريف الاحلاف العسكريه. مفهوم الحلف العسكري عشان ناخد عليه سؤال كده. تمام. ايه المقصود بالحلف العسكري؟ لو احنا اتكلمنا عنه نقول هو تعهد رسمي او اتفاق رسمي
بموجب الاتفاق ده يتم بموجبه التعاون في استخدام القوة العسكرية. تمام. ضد مين؟ دولة. ضد دولة أو مجموعة عدة إيه؟ دول. تمام. هل بس كده يا أستاذ أحمد؟ لا، كمان والتشاور في استخدامها. يعني ما تجيش فجأة دولة معينة تخوض حرب من الحلف. تمام. لا، تشاور ده لازم يكون هناك تشاور في استخدام القوة. مين؟ القوة العسكرية. تمام. هدفهم يحققوا مصالح طبعا مشتركة. تمام. أستاذ حضرتك معانا تليفون تاني، كريم من الأليوبية، اتفضل يا كريم. ألو. ألو، اتفضل. أستاذ. ازيك يا كريم؟ عندي سؤال في الدرس الأحداث العسكرية. اتفضل. السؤال بتفسر. أيوة. لجأت كثير من دول العالم. أيوة. اتفضل. لتكوين أحلاف عسكرية. لتكوين أحلاف عسكرية. ماشي، في أسئلة تانية يا كريم؟ لا شكرا. طيب خليك معانا واحنا هنجاوب على سؤالك حالا. طيب استاذ اشرف، قبل ما نتكلم على السؤال بتاعنا حوالين هذه الفكره اللي هي حضرتك قلت عليها التعريف، سؤال كريم بيقول لجأت كثير من دول العالم لتكوين احلاف عسكريه. نعم. فطبعا احنا كده برضه هنرجع تاني لموضوع الاهداف. نفس الكلام. تمام. يعني احنا يمكن هو نفس السؤال يا كريم، لو متابعنا من اول الحلقه او من بدايه الحلقه كان في زميل ليك سأل هل ترى ضرورة في إنشاء حلف عسكري عربي وإثبت بالأدلة؟ تمام. طبعا نفس الإجابة هنا، هي ليه لجأت كتير من دول العالم للدخول في أحلاف عسكرية؟ هنا بس هبدأ بداية أستاذ أحمد بسبب زيادة الصراعات ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. ده يبدأ بيها في الأول. تمام. ولذلك لجأت الأحلاف العسكرية، لجأت بعض الدول للدخول في أحلاف عسكرية لتحقيق الآتي. تمام. اللي هو بقى إيه بقى؟ اللي هي ردع الأعداء. ردع الأعداء، زيادة القوة. خلاص. تحقيق مصالح مشتركة وحل النزاعات بالطرق السلمية. تمام. نعم. تمام. طيب بالمناسبة التعريف اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، احنا لو شفناه قدامنا على الشاشة هو ممكن يجي ما بين الأقواس كعبارة يصوغ عبارة مثلا ويسألنا ما هي التعهدات التي يفرضها الحلف أو الالتزامات التي يفرضها الحلف على الدول المشتركة، ممكن نستخرجها من المفهوم. تمام. هو أصلا بيقول لك اتفاق رسمي، اتفاق رسمي هنا يعني متوقع عليه يا أستاذ. تمام. بيتم بموجبه ايه الاتفاق ده؟ التعاون في استخدام القوى العسكريه ضد دوله او عده دول. ادي اول التزام. اول التزام او تعهد. نعم. الالتزام الثاني. تمام. تمام. التشاور في استخدام القوى العسكريه. تمام. نعم. تمام. طيب احنا نستاذن حضرتك في ان احنا نشوف فيلم لحلف الناتو اللي حضرتك هتبدا بيه الكلام في الاحلاف العسكريه. نعم. لانه حلف الناتو هو الحلف الباقي على الكره الارضيه والواضح حاليا. نعم. فاحنا مجهزين فيلم نشوفه كده تثقيف لابنائنا على حلف الناتو. تمام. تاسس حلف شمال الاطلسي غداة الحرب العالميه الثانيه، وكان هدفه صون السلام في اوروبا وتعزيز التعاون بين اعضائه وحمايه حرياتهم، وذلك في سياق مواجهه التهديد الذي كان يطرحه انذاك الاتحاد السوفيتي. وقعت 12 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية الاتفاق التأسيسي للحلف عام 1949 في واشنطن، ويلزم الاتفاق الحلفاء باحترام الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون واللجوء إلى الحلول السلمية لحل النزاعات. والأهم هو أن الاتفاق أرسى فكرة الدفاع المشترك التي تعني أن أي اعتداء يتعرض له أحد الحلفاء يعتبر اعتداء على جميع الحلفاء. وتضمن منظمة حلف شمال الأطلسي أو الحلف أن أمن أعضائها الأوروبيين لا ينفصل عن أمن أعضائها في أمريكا الشمالية، وتوفر المنظمة أيضا منتدا فريدا للحوار والتعاون عبر الأطلسي. كان الحلف يتشكل عند تأسيسه عام 1949 من 12 بلد عضو، غير أن الاتفاق التأسيسي يتيح للبلدان الأوروبية الأخرى الانضمام إلى الحلف طالما يوافق على ذلك جميع الدول الأعضاء، ويتعين على كل مرشح للعضوية أن يتشترط قيام الحلف الرئيسية
وأن تكون له القدرة والرغبة في المساهمة في أمن المنطقة الأورو أطلسية. ويتشكل الحلف اليوم من 29 عضوا يتمتعون بمزيد من القوة والأمان. ضمن الحلف السلام على أراضيه خلال أكثر من 7 عقود. وعلى الرغم من أن التهديدات والطريقة التي اعتمدها الحلف لمعالجتها قد تطورت على مر الزمن، لم يطرأ أي تغيير على هدف الحلف وقيمه ومبادئه التأسيسية. خلال العقود الأربعة الأولى من تاريخ الحلف، كانت الحرب الباردة علة وجوده، إذ كان الدفاع المشترك يشكل الدور الأساسي الذي اطلع به. وعندما انتهت هذه المواجهة عام 1989 ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، اعتبر البعض أن الحلف قد حقق هدفه ولم تعد هناك حاجة إليه. لكن الحلف لا يزال قائما حتى اليوم، فما الذي جعله يجتاز اختبار الزمن؟ بعثت نهاية الحرب الباردة الأمل بحلول التقدم والسلام، لكنها فتحت أيضا حقبة جديدة من عدم الاستقرار. وكان جواب النيتو حيال التغيرات في البيئة الأمنية تحويل تركيزه والاطلاع بمهام جديدة. يتابع النيتو بجانب دوره في الدفاع المشترك الاهتمام بالأمن عبر الشراكة والتعاون. وفي بداية التسعينيات ربط الحلف علاقات مع دول غير أعضاء بما فيهم أعضاء الحرب الباردة السابقين من الكتلة الشرقية، وأصبح منذئذ بعض هؤلاء الشركاء أعضاء في الحلف. واليوم يشكل العمل مع بلدان غير أعضاء ومنظمات أخرى إحدى مهام النيتو الأساسية. ولئن واصل الحلف التكيف مع المتغيرات في البيئة الأمنية لم تتغير أسس عمله قط. التوافق والتشاور هما السمتان الراسختان في هوية الحلف، فجميع الدول الأعضاء ممثلة في مجلس حلف شمال الأطلسي، حيث تتخذ القرارات بتوافق الآراء أي بالإجماع، تعبيرا عن الإرادة المشتركة لجميع الدول. ليس للنيتو جيش، وتظل القوات الوطنية خاضعة للقيادة الوطنية، وتقدم الدول الحليفة بشكل طوعي عندما يطلب إليها ذلك قواتها وتجهيزاتها وقدرات أخرى للعمليات والتمارين التي يقودها الحلف. وتتولى كل دولة عضو دفع أجور قواتها المسلحة وتغطية تكاليف نشرها، وتمول مجموعة من الحلفاء شتى مشاريع القدرات المتعددة الأطراف. وبفضل سنوات من الخبرة المكتسبة في التخطيط المشترك والتمارين والعمليات المشتركة، يتمكن جنود من دول مختلفة من العمل معا عندما تدعو الحاجة لذلك. فالعمل سويا يجعل الحلفاء أقوى. طبعا الجغرافيا حية على الهواء أو متعة، مع أفلامنا اللي بنجيبها دي مع قناة مصر التعليمية بنشوف يا أولاد حاجة حقيقية جدا وموجودة وفي الواقع، وبنتعرف بيها على إزاي المنهج بتاعنا منهج حي بيناقش واقعية شديدة جدا. يعني تعتبر كده الجغرافيا معانا حديث الساعة أو حديث وقتنا الحاضر، وطبعا كل الأوقات إن شاء الله يعني. وشكرا للقناة على الأفلام الجميلة اللي بتمدنا بيها. أستاذ أشرف، أنا عشت في جو الأحلاف من خلال الفيلم ده، وحضرتك قلت أهداف الأحلاف العسكرية ردع القوة، ردع الأعداء، زيادة القوة، حماية المصالح المشتركة، تسوية النزاعات بطرق سلمية. هناخد أمثلة للأحلاف. هل هناك أحلاف موجودة على الساحة؟ عدد الأحلاف الموجودة على الساحة إيه؟ وكنت سامع إن في أحلاف تم إلغائها. نعم، هنصنف عندنا الأحلاف، هنصنفها لحاجتين. أحلاف تم حلها، تمام، وأحلاف ما زالت إيه قائمة. تمام. احنا عندنا الحلف اللي مازال قائم مين؟ احلاف تم حلها. ايه الاحلاف اللي تم حلها؟ عندك حلف وارسو، وده اشهر حلف عسكري، اللي هو يعتبر الحلف الكبير قوي اللي كان بيواجه حلف الايه النيتو. طيب عندك حلف ايه تاني؟ عندك حلف بغداد او اللي كانوا بيسموه الحلف الايه المركزي. المركزي، تمام. وعندك كمان حلف جنوب، تمام. مين؟ أوه. جنوب شرق ايه؟ تمام. شرق اسيا، تمام. طيب ورسو، ما انا عندك ورسو، تمام. تمام. طيب اوكي. وبعد يعني احنا عندنا ورسو والمركزي وجنوب، نعم، شرق اسيا احلاف تم حلها. نعم، تمام. عندي بعد كده اللي هي احلاف باقيه،
احلاف ايه؟ باقيه باقيه اللي هي موجوده دلوقتي. يعني ما زالت ايه؟ قائمه. تمام. مين الحلف اللي ما زال قائم؟ حلف الناتو. الناتو اللي هو حلف شمال الاطلسي. الاطلسي. تمام. واحنا قلنا ان يمكن اختصار الكلمه دي اللي هي نورث اتلانتيك. تمام. تريتي اوبرايزيشن اللي هو نورث اتلانتيك شمال الاطلسي، وتريتي اوبرايزيشن اللي هي المنظمه العسكريه. تمام. لحلف شمال الاطلسي. تمام. يبقى هنا ده كده هو حلف مين؟ حلف الايه؟ الناتو. الناتو، وده هو اللي مازال قائم ومازال باقي، واللي انتهى عندي هو حلف مين؟ حلف وارسو. تمام. طيب احنا عايزين ناخد الحلف من حيث النشأة، نعم، المقر، الاهداف، وحضرتك بقى تقول لنا اللي انت عايزه على الاحلاف دي. هنمسك الاول ناخد حلف الايه؟ الناتو. ليه؟ لان حلف الناتو هنا هو اللي بدأ. تمام. بدأ امتى؟ في 1949. تمام. طيب ناخد الاول ايه اسباب نشأته؟ خلاص. تمام. ايه اسباب نشأة الحلف؟ رقم واحد في اسباب النشأة يا استاذ احمد، وده اللي لازم نركز فيه، هو اتعمل ليه؟ اتعمل لمواجهة تهديدات للاتحاد الايه؟ السوفيتي. ونتيجة لحصار الاتحاد السوفيتي لبرلين سنة 1948. تمام. يبقى هناخد كده اسباب النشأة، حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين سنة 1948. ده تمام. أول سبب. تمام. فاجتمع مجموعة من الدول في واشنطن سنة 1949 وقرروا إنشاء الحلف. تمام. طيب إيه الهدف الثاني من إنشاء الحلف؟ مواجهة تهديدات الاتحاد الايه؟ السوفيتي. السوفيتي. تمام. لمين؟ قال لك لدول غرب اوروبا. غرب اوروبا. تمام. يبقى هنا هو الحلف اصلا اتعمل عشان يساعد دول غرب اوروبا يقف بجوارها ضد تهديدات الاتحاد مين؟ السوفيتي. السوفيتي. يبقى اصلا كده الاهداف واضحه. تمام. خالص، واسباب النشأة واضحه. تمام. الاتحاد السوفيتي حاصر بليه سنه 1948، بتجتمع الدول في واشنطن سنة 1949 وبتقرر إنشاء حلف عسكري كبير عشان يواجه تهديدات الاتحاد الايه؟ السوفيتي. دي كده الأسباب. يبقى أخذنا الأسباب اللي هو بما تفسر نشأة الحلف يعني. نعم. تمام. طيب المقر عندك المقر. تمام. بنرتب مع أبنائنا طبعا أفكارهم كده عشان يبقى أنت عارف بتخش على دراسة الحلف إزاي، أسباب نشأة الحلف، وبعد كده بنتكلم على المقر فين؟ مقر الحلف. في بروكسل. بروكسل. وبروكسل دي عاصمة ايه؟ بلجيكا. بلجيكا. تمام. يبقى هنا ادي المقر. تعتبر بلجيكا كده يا استاذ اشرف مقر للاتحاد الاوروبي، احد مقرات الاتحاد الاوروبي. نعم. وفي نفس الوقت مقر لحلف الناتو. نعم. تمام. طيب في البداية عدد الدول الاعضاء. تمام. استاذ اشرف اضاف لنا كده معلومه جديده اللي هي نتكلم برضو عن عدد الدول وقت التوقيع. 12 دوله، وده تمام. يمكن لو ابنائنا تابعوا الفيلم اللي اتعرض من دقايق. تمام. يعرف ان بدايه الحلف بدا بكام؟ 12 دوله. 12 دوله. النهارده وصل 2015 كان 28، 2017 وصل ل 29. تمام. نعم. تمام. يبقى هنا ده عدد الدول الايه؟ الدول اللي هو الايه؟ الاعضاء. 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 تمام. طيب احنا كده اتكلمنا معظمها دول غرب اوروبا. نعم. تمام. الولايات المتحده وانجلترا وفرنسا. تمام. وعندك كمان بلجيكا وهولندا. تمام. وعندك كمان بدأ بقى دول البرتغال تدخل في ايه؟ في حلف الناتو. وعندك تركيا انضمت للحلف. عندك العديد من دول غرب اوروبا، بالاضافه طبعا للدوله الكبيره اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. تمام. طيب حلف شمال الاطلنطي أو حلف الناتو. نعم. هل تأثر بسقوط الاتحاد السوفيتي؟ ما هي نتائج سقوط الاتحاد السوفيتي بالنسبة لحلف الناتو؟ أنا هشرح لك حاجة بسيطة قوي. أنت عندك قطبين كبار بيتنافسوا. تمام. معسكر شرقي ومعسكر إيه؟ غربي. غربي. هنا في حلف عسكري اللي هو حلف الناتو، وهنا في حلف وارسو. تمام. ده سقط. أما سقط خرجت منه مجموعة من الدول، هو أصلاً قبل ما يسقط بدأت الدول تعلن استقلالها عن الاتحاد الإيه؟ تمام. السوفيتي. تمام. والحلف ده موجود. تخيل الحلف ده سياسته الاستراتيجية هتظل كما هي ولا هيغير سياسته الاستراتيجية؟ يعني من الذكاء انه هو يغيرها. هيغير. هيغير يعمل ايه؟ اهو هيروح لمين؟
يضم الدولة دي، يضم الدولة دي، يضم الدولة دي عشان يزود في عدد الدول مين؟ تمام. الدول الأعضاء. فبدأت سياسة حلف الناتو تتغير استراتيجيا، وهي التوسع شرقا على حساب حلف ايه؟ حلف وارسو. حلف وارسو. وبدأت العديد من الدول التي كانت منضمة لحلف وارسو تنضم لحلف مين؟ حلف الناتو. تمام. ولذلك زاد عدد أعضاء حلف الايه؟ حلف الناتو. تمام. ده كمان الحلف بدأ يستغل بعض الأزمات اللي موجودة في الشرق الأوسط ويبدأ ينشر ايه؟ قواته في تمام. الشرق الأوسط، عايز يهيمن هنا، عايز يسيطر على كل المنطقة. تمام. كمان أصل في محاور استراتيجية للأحلاف العسكرية، المضايق، فهمني ازاي؟ لازم يسيطر على ويبقى قريب منها اذا ما كانش بيسيطر تمام. عليها مراكز الطاقة، مراكز الطاقة البترول. اللي هي البترول وكده، مصادر الطاقة تمام. عندك كمان الاحلاف العسكرية فيها نقطة خطيرة جدا، ده هو استغل كمان بعض الازمات اللي في اوروبا وبدأ يزيد دور الحلف فين؟ في اوروبا، في اوروبا نفسها والشرق الاوسط والشرق الاوسط. اذا الحلف بدأ يغير من سياسته لايه؟ الاستراتيجية. بدأ يعمل ايه بقى هنا؟ يتوسع. يتوسع، بدأ تمام. ينتشر، بدأ يتوسع تمام. شرقا، بدأ عايز يضم دول، عاوز ينشر قوات في مناطق مين؟ تمام. اخرى. فتغيرت السياسة الاستراتيجية لزعماء حلف وارسو، حلف الناتو تمام. بسقوط حلف ايه؟ وارسو. حلف وارسو. وسقوط الاتحاد السوفيتي. نعم. يبقى ربط دوره، مستقبل الامن الاوروبي بدوره، وايضا توسع نعم. شرقا زي ما حضرتك قلت، واوجد لنفسه دور في ازماته في الشرق الاوسط. نعم. طيب عايزين نقول برضه ان له اثر اقليمي ودولي تمام لسياسه الاحلاف او لحلف الناتو عموما، وهنا له اثر على الاقليم او الدور الاقليمي، وله اثر دولي. نقول الاثر تمام الاقليمي والدولي للحلف، لحلف مين؟ الناتو. طيب ممكن نغير السؤال يا استاذ احمد وتبقى في اجابه تانية، وتبقى هي اجابه واحده للسؤالين. تمام. ما النتائج المترتبه على انشاء حلف الناتو؟ تمام. ايه النتيجه المترتبه؟ هو نفس الكلام، نفس الاجابه. تمام. هو كانت ايه النتيجه؟ اول حاجه كانت النتيجه اللي هي زياده حده الحرب البارده. بين مين وبين مين الحرب البارده يا استاذ احمد؟ معسكرين. بين اللي هو المعسكرين الشرقي ومين تاني؟ الغربي. والغربي. وزاد الكلام دوت بتاسيس اللي هو حلف مين؟ وارسو. حلف وارسو اللي هو سنه 55. يعني كده الاتحاد السوفيتي راغب فانه في الحرب البارده ينشئ حلف مضاد لحلف الناتو اللي هو انشا حلف وارسو. تمام. وبكده تكون الحرب البارده اللي احنا قلنا عليها، اتكلمنا عليها بعد الحرب العالميه الثانيه، بدات الحرب البارده ايه؟ تتسع مجراها يعني. طيب تمام. الحلفين انت دلوقتي حلفين مواجهين لبعض. تمام. هيظهر ما بينهم عمليه سباق. سباق في التسلح. سباق على ايه بقى؟ على التسلح. على التسلح. يبقى هنا هنقول بقى ايه بقى؟ زيادة سباق مين؟ التسلح. سباق التسلح بدأت تزيد حتى الحدة بتاعته. تمام. فده عمل ايه؟ ادى الى، انت حضرتك بتقول ادى الى، يعني ممكن يجي سؤال ما نتائج سباق التسلح؟ ما النتائج المترتبة على سباق التسلح بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي؟ تمام. طب ادى الى ايه بقى؟ ارهاق اقتصاد تمام كل من الولايات مين؟ المتحدة. المتحدة الأمريكية تمام. ومين تاني؟ والاتحاد السوفيتي. والاتحاد الايه؟ السوفيتي. اللي هو خاصة. كان أكثر تأثيرا. يعني ده كان أكثر تأثرا بمين؟ بسباق التسلح في إرهاق الاقتصاد. سباق التسلح تمام. نعم. احنا بنشوف إن سباق التسلح بيؤدي إلى افتقار الدول، يعني احنا عندنا مثال حي دلوقتي على الكرة الأرضية، الكوريتين. نعم. كوريا الجنوبية غنية واقتصاد قوي لأنها منهمكة في الاقتصاد، بينما نعم. كوريا الشمالية منهمكة في التسليح وزيادة التسليح نعم. والصواريخ وغيرها، وبذلك تكون دولة فقيرة. نعم. تمام. يبقى سباق التسلح ده حاجة سيئة. ميزانية الدولة بتتوجه بجزء كبير منها، تتوجه أجزاء كتيرة من الميزانية إلى مين؟ إلى الأسلحة، شراء الأسلحة. تمام. نعم. يبقى عندنا برضو سباق التسلح. طيب هل كان للحلف تأثير على الأمم المتحدة؟ منظمة الأمم المتحدة دي النقطة الثالثة. تمام. طيب النقطة الثالثة بتقول ايه بقى؟
انا عندي دلوقتي القوتين الكبار قوي في تنافس ما بينهم، تمام، هل هيبقى الامم المتحده قويه في ظل التنافس ده؟ هل هتقدر تسيطر؟ هل هتقدر تفرض راي؟ قال لك لا ده صعب، تمام. انت عندك دولتين بيتنافسوا، انت عندك الدولتين عندهم حق الفيتو، تمام، اللي هو حق الاعتراض، يعني طبعا. ممكن جميع دول الامم المتحده يتفقوا على حل على رأي. ودوله واحده ترفضه من الخمسه الاعضاء الدائمين، يبقى كده انتهى الموضوع، تمام. فاذا هنا بنقول بقى ايه بقى؟ ضعف سيطره او هيمنه الامم، مين؟ المتحده. المتحده. طب وليه؟ ما هو انت لازم تبرر. هو الضعف ده جاء نتيجه ايه؟ شو بيقول لك ايه؟ نتيجه التنافس بين مين وبين مين؟ بين المعسكرين، بين المعسكرين الكبار، تمام. اللي هو الاتحاد الايه؟ السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. اذا نتائج سياسه الاحلاف، نتائج سياسه الاحلاف على الامم المتحده كانت نتائج سلبيه. نعم. والنتائج السلبيه اضعاف هيئه الامم المتحده وعدم مقدرتها على نشر السلام والامن. تمام. لكن فيها ليها نتائج ايجابيه اخرى، طبعا ليها نتائج ايجابيه، لان ممكن الاحلاف دي تساعد في حفظ السلام، تساعد كمان في اغاثه المتضررين من الزلازل او الاعاصير، يعني او اعتبروا زراع للامم المتحده. زراع للامم المتحده بعد نعم. ذلك اصبحوا نعم. زراع، يعني نعم. حلف الناتو اصبح زراع للامم المتحده. اه تمام. انما في وقت السباق كان هناك اضعاف لهيئه الامم المتحده. نعم. اما حاليا فان هناك قوه وحيده هو الناتو، وبذلك اصبح يؤيد الامم المتحده في قراراتها او يعتبر الزراع ليها لنشر السلام. تمام. وهنا ممكن يجي سؤال بطريقه غير مباشره بقى. انت بتنمي مهارات طيب. تفكير العليا للطلاب. طيب. طيب استاذ حضرتك نتلقى تليفون فتح. على ما حضرتك تجهز لنا السؤال اللي سيادتك قلت عليه. معانا مي من الغردقه. ايوه يا مي. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. انا كان معايا سؤال صح وغلط. اتفضلي. نص حلف وارسو على ان يكون مفتوحا للضمان جميع الدول. تمام. دي انا قلت انها صح، بس كده هقول يعني اهدافه ولا هقول ايه؟ الاول خالص انا عايزك تركزي في العباره دي كويس قوي يا مي، لان العباره دي مش سهله على كده. هي تبان بسيطه. نص حلف وارسو ان يكون مفتوحا لانضمام جميع دول العالم. لجميع مين؟ دول العالم. لجميع دول العالم. العباره دي خلي بالك عباره مطاطه شويه. اه خبيثه كمان. اه لان لو قال لك هو المفروض يقول دون شروط مثلا. اه هو نص حلف وارسو ان يكون مفتوحا لجميع دول العالم؟ لا، هو نص ان تكون مفتوح لجميع دول العالم المحبه للسلام. تمام. مركزه؟ ايوه. يبقى اشترط ولا ما اشترطش شرط هنا؟ اشترط. طيب الشرط الثاني؟ أن تكون عضوية الدولة الجديدة باتفاق من جميع أعضاء الحلف. يعني لازم يبقى في موافقة. تمام. يعني يا أستاذ أشرف، يعني يا أستاذ أشرف هنا نزود على سؤال مي، نص حلف وارسو أنه مفتوح أمام جميع بلدان العالم بلا شروط مثلا، تبقى الإجابة هنا إيه؟ يبقى هنا العبارة غلط. يبقى العبارة خطأ يا مي لو حطينا أضفنا كلمة بلا شروط. وحتى بشكلها لا. الحالي ده كده تعتبر خاطئة لأن عبارة مفتوحة. تمام، يبقى أنت يا مي كنت بتجاوبي عبارة خطأ هي صح، وهي العبارة زي ما الأستاذ أشرف بيقول عبارة خطأ، لأنه اشترط أن تكون الدولة محبة للسلام، يعني الدولة طبعا معروف الدول في العالم المحبة للسلام ومعروفة وباينة، ودولة تانية مثلا بتشجع إرهاب أو دولة تانية ما بتشجعش السلام تبقى معروفة جدا، ولذلك الحلف هيقبل الدولة اللي بتشجع إرهاب أو بتشجع الحرب مش هيقبلها، إنما هي الدولة محبة للسلام. يعني لو أنت عايزة تقولي مثلا مصر تنضم لحلف وارسو، طبعا الحلف اتحل لكن احنا بنقول وقتها مصر تنضم، تنضم مصر حلف الوارسو. طب ايه الدلائل على كده؟ مصر وقعت معاهدة السلام ومعروف مواقفها السلمية في جميع القضايا الدولية، صح كده؟ يبقى احنا ايه استاذ اشرف؟ وعشان كده حط الشرط الثاني ان لازم الشرط. جميع الدول الاعضاء توافق على الدوله الجديده. اه وباتفاق الدول ايه الاعضاء. يعني لو هو سابها مفتوحه كانت اي دوله بقى تطلب الانضمام خلاص يبقى موافقه. تمام. طيب يا مي، يبقى انت كده ايه اجبنا على سؤالك. بس في حته عايز ولا خلاص النظر ليها طيب. برضه يا استاذ احمد في الجزئيه دي. اتفضل. هو هنا بالنص كده هو بيقول لك ايه؟ نص ان يكون الحلف، نص الميثاق حلف وارسو ان يكون ان تكون الدوله محبه للسلام وباتفاق جميع الدول الاعضاء. تمام. شوف بيقول لك ايه؟ بغض النظر عن نظامها السياسي والاجتماعي. تمام. عشان كده الطلبه بيغلطوا في الحته دي. ايوه. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ هل هو نص انه يكون مفتوح لجميع الدول؟
لا هو مفتوح لجميع الأنظمة السياسية، تمام، لجميع الأنظمة الاجتماعية، بس في شروط. أن تكون هذه الدولة محبة لمين؟ للسلام. للسلام، دي رقم واحد، وموافقة جميع الدول الأعضاء. تمام. نعم. طيب كنا سيادتك بتكلمنا على الأثر الإقليمي والدولي للحلف، ونهيت سيادتك بإضعاف هيئة الأمم المتحدة نتيجة سياسة التنافس ما بين الأحلاف العسكرية الناتو وارس وقتها. نعم. طيب هل الحلف، وظيفة الحلف وظيفة عسكرية كما جاء في التعريف؟ نعم. كما جاء في التعريف. نعم. هل اختلف حلف الناتو في تطبيق هذا التعريف، أو ما هي جهود حلف الناتو في الأغراض غير العسكرية؟ نعم. الموضوع ده أستاذ أحمد بنرجع لطبيعة الحرب الباردة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. تمام. انت عارف الحرب الباردة يمكن هم ذاكرها قوي في الكتاب معناها، ولكن حضرتك عارف جيدا ان الحرب الباردة كان في فترات اعداء وفترات ايه؟ تقارب. ود زي ما بيقولوا. ود وتقارب. ود وتقارب. لان الحرب الباردة اختلفت الوتيرة، يعني مثلا الاتحاد السوفيتي عندما دخل الحرب مع افغانستان كان في مرحلة عداء. ليه؟ لان حلف الناتو كان بيساعد مين؟ أفغانستان. بيساعد افغانستان. تمام. طيب جاء بقى في مواجهة الإرهاب. تمام. ودي نقطة مهمة. شو بيقول لك بقى؟ اتعهد الاتحاد السوفيتي ان هو بمساعدة مين؟ الولايات الايه؟ المتحدة، وان هو بيندد وان بضرورة التعاون للقضاء على مين؟ على الإرهاب. الله، ده السياسات اختلفت. تمام. ده المعسكرين الكبار بدأ ما كانوا بعيد بدأوا ايه اللي يحصل لهم؟ يتقاربوا مع بعض. يبقى السياسة هتتغير ولا مش هتتغير؟ هتتغير طبعا. هتتغير طبقا لطبيعة المرحلة. تمام. فبدأ الحلف هنا يستخدم قواته في حاجات كتير، قوات حفظ السلام. تمام. في البوسنة والهرسك. تمام. في مقدونيا. تمام. أرسل قواته في لباكستان أثناء الزلزال لمساعدة المتضررين من زلزال باكستان في 2006. طب أستاذ حضرتك نكتب السؤال ده بس بعد ما نتلقى يعني اتصال من أحد أبنائنا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا غادة. بما تفسر اتجاه زعماء شمال الأطلس إلى إعادة النظر في استراتيجية الحلف؟ تمام، إعادة النظر في استراتيجية الحلف. آه. الله ينور عليك. في حاجة تاني؟ لا شكرا يا باشا. طيب خليكي معانا يا غالي. حضرتك كنت لسه بتقول إن زعماء حلف الأطلسي أو الناتو غيروا، أو حلف الناتو، حضرتك كنت لسه بتقول إن هو غير استراتيجيته. نعم. وكان هناك حادثة أو مناسبة لتغيير هذه الاستراتيجية. بنتنا غادة بتسأل على الجزئية دي. هنا السبب المباشر أستاذ أحمد هنا هو انهيار حلف وارسو. تمام. يعني ليه اتجه حلف زعماء حلف شمال الأطلسي للتغيير أو إن هم غيروا من سياستهم الاستراتيجية اللي هو انهيار حلف إيه؟ وارسو. حلف وارسو. والاتحاد السوفيتي. يبقى تمام. هنا بسبب انهيار حلف وارسو والانهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. السوفيتي، فبداوا يغيروا من سياستهم الاستراتيجيه وبداوا قلنا يتوجهوا للتوسع شرقا، وايضا قلت ربط مستقبل الامن اوروبا باهداف الحلف، وزائد ايجاد دور ليه في ازمات الشرق الاوسط. تمام. طيب ماشي، ده سؤال بنتنا غاد. حضرتك كنت بتقول سؤال مهم جدا وقلنا لازم نكتبه. تمام. عشان ابنائنا. تمام. اللي هي مجهودات حلف شمال الاطلسي في حفظ السلام. تمام. عشان ننظمها لابنائنا لانها اكتر من نقطه يعني. تمام. هو الاول خالص انا هقول لعباره مثلا كده، نقول ايه لحلف الناتو دور غير عسكري. تمام. يعني حلف الناتو ده ليه دور غير ايه؟ عسكري. غير عسكري. تمام. ازاي ده حلف كده الناتو؟ سؤال غير مباشر. تمام. ازاي حلف الناتو يبقى ليه دور غير عسكري؟ تمام. هو اصلا حلف عسكري. هنا بقى تقول بقى هو عمل ايه؟ مجهوداته السلمية. مجهوداته السلمية عمل ايه هنا؟ تمام. اول حاجة مساعدة المتضررين. تمام. عندنا زلزال باكستان واثار كاترين. من زلزال باكستان. باكستان. تمام. في 2006. 2006. خلاص. نفس العبارة هي بس من اعصار ايه بقى؟ كاترينا. اعصار نفس السنة كاترينا برضو في 2000 وايه؟ تمام. في 2006. تمام. بالاضافة ان هو ارسل بقى قوات، شوف بقى هنا ايه؟ حفظ سلام. حفظ سلام. ده مش حرب. تمام. ده حفظ ايه؟
سلام فين؟ بوسنة وهرسك. قوات حفظ سلام في اتجاهين. تمام. واحدة في البوسنة والهرسك 95. والتانية فين؟ مقدونيا. في مقدونيا 2001. في 2001. إذا هنا مجهودات سلمية. مجهودات سلمية. مطلوب من أبنائنا يكتبوا أربع نقاط. نعم. تمام في هذا الجانب. طيب حضرتك ليك تعليق على حلف الناتو قبل ما نخش على حلف وارسو؟ لا لا، هو بالنسبة لحلف الناتو بدأ سياسته في البداية ان هو الهدف الاساسي اللي قام علشانه هو مواجهة التهديدات اللي هي الاتحاد مين السوفيتي، ولكن اتغيرت السياسة بعد وقت معين. تمام. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تمام. طب حضرتك احنا قدامنا دقيقتين. نعم. نكتب فيهم لابنائنا سؤالين للمراجعة على حلف الناتو وسياسة الاحلاف العسكرية. طيب. تمام. يعني نستاذن حضرتك ان احنا ايه نستغلهم ونخلي حلف وارسو موجود معانا للحلقه القادمه ان شاء الله. تمام. نقدر نقول مثلا ما النتائج المترتبه على مثلا، يعني نتعاون مع بعضينا في السؤال ده، مثلا ما النتائج المترتبه على مثلا على قيام الاحلاف العسكريه. واحد قيام الاحلاف العسكري. تمام. ممكن نقول حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين. سؤال تاني. حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين. حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين. ممكن نحط كمان اللي هي زيادة سباق التسلح بين المعسكر الشرقي والغربي. تمام. اللي هو ايه نتائج سباق التسلح بين المعسكر الشرقي والغربي. ممكن لو نشوف مثلا أسئلة رأي، مثلا ما هي أهمية من وجهة نظرك قيام أحلاف عسكرية مثلا؟ من وجهة نظرك ما هي أهمية، هل ترى ضرورة تمام لإنشاء تكتل عسكري اقتصادي ماشي عربي تمام وحلف عسكري عربي؟ الله ينور عليك كده الأستاذ أشرف يا أولاد، ربط لنا التكتلات الاقتصادية بالأحلاف العسكرية. نعم. ما لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا أن احنا نشكر حضرتك أستاذ أشرف على المجهود ده. نشكر القناة على مجهودها، وبنشكر أبنائنا الطلاب على متابعتهم لينا إن شاء الله. أبنائنا الأعزاء، مستنين أسئلتكم واستفساراتكم حول الجغرافيا. دائما معنا الجغرافيا سهلة في مدرسة على الهواء. نلقاكم على خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.